يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وتحية نتجدد فيها وياكم بهذا البرنامج، البرنامج الرياضي اليومي لغطي كل الألعاب ومختلف الألعاب بقوانينها الرئيسية والمستحدثة، منها قانون اللعبة. اليوم رياضتنا مو على البال ولا على الخاطر، ويمكن الكثير منا ما يدري أن هذه الرياضة أصلا موجودة بالكويت، ولكن لها انتشارها ولها روادها ولها عشاقها. شنو هي يا ترى هذه الرياضة؟ بعد البطاقة التعريفية نتعرف عليها. رجعنا وياكم مشاهدينا من بعد البطاقة التعريفية. خلوني أرحب بالمدرب راشد المسعودي في رياضة الكايت بوردينج. حياك الله. الله يحييك، يا هلا والله. شنو هو الكايت بوردينج اللي الكثير ما يعلم عنها؟ واحد منهم أخوك. طبعا اللعبة بشكل أساسي هي تعتمد على الهواء. نعم. حلو. واللعبة هذه من الألعاب الجديدة اللي طلعت تقريبا بالكويت. حلو. نتكلم عنها. حلو. هي موجودة من زمان بس إن صارت شائعة أكثر الفترة الأخيرة. تمام. وروادها زادت يعني الحمد لله. شنو هي عبارة عن الكايت بوردينج؟ هل هي بس رياضة داخل الماي ولا لا؟ قارب ولا على قولتهم ابساط ولا ما ادري شنو؟ اشرح لي اكثر. الكايت بوردنج طبعا هي لعبه تعتمد على الهواء مثل ما قلنا. نعم. وفيها لوح تزلج. حلو. وفيها معدات معينه اللي هي مثل الكايت والاحبال. حلو. اللي هي البار. ايوه. والحزام. ممتع. واللوح، وطبعا تختلف انواعها، يعني في مثلا لو نتكلم عن دول برا اللي هي البارده وكذي، في اللي هي سنو كايت، في عندنا بالدول نفس الكويت والحوالينا مثلا تكون على البحر. يعني على قولتك اللعبه ذاتيه، مو والله واحد يدزك مثلا ولا طراد يسحبك وانت لا تكون وراه. لا لا كل شيء انت، واذا في هواء طبعا في البحر. صح. اذا ما في هواء؟ لا ما في هواء بس تتكنسل السالفه، الرحله كلها تتكنسل. فانتم تحرصون تتابعون اول باول الاحوال الجويه. اي نتابع الاحوال الجويه. ايش كثر لازم يكون خلينا نقول مينيموم الهواء؟ نتكلم طبعا عن مثلا طبعا نقيس الهواء بالنوت اكثر. جميل. حلو. غالبا نتكلم عن 12 نوت وطالع. 12 نوت لل هذا المينيموم. المينيموم اي. حلو، على اساس انتم تطلعون منه. ايوه بالضبط. ممتاز. خلينا نتعرف على الفريق اكثر. أماكنكم وين قاعد تدربون؟ وين قاعد تقومون بهذا الفريق الكبير يعني تحت الهواء تبارك الرحمن أو أكثر؟ فهذا الأمر وين قاعد تقومون فيه؟ الناس مو عارفة وين. حلو. إحنا قاعد نطلع مكان التدريب يكون بنويصيب. حلو. حلو. إيه عشان شيء خاشين عمركم آخر الدنيا. إيه آخر الدنيا قاعدين. بنويصيب نقعد ندرب هناك لأن المكان سيفتي أكثر. حلو. حلو. والمكان همن منظر المكان احلى طبعا. المائة. ليش انا تكلمت عن منظر المايه وكذي؟ لان عندنا مكان ثاني نلعب فيه اللي هو بالصبيه. الصبيه طبعا احنا عارفين المايه هناك شوي خابطه. جميل. طين. جميل. بس الهواء هناك ما شاء الله وايد نظيف. اي طقه واحده. وشنو سبب كلمه هواء نظيف؟ الهواء نظيف لان هناك ما في مباني، دائما المبنى يكون عاق على الهواء. صح. يكسر الهواء. صح. ساعات يغطي على الهواء. بس بالصبيه يكون اتجاهات الهواء تقريبا غالبيتها نظيفه. أي. الصبية افضل عندك من نواسيب. اي بس هذا الصبية حق الناس الادفانس شوي، يعني يكونون شوي يعني متطورين اكثر ومتمكنين. أيوة. اكثر. اي ما ندرب هناك، لا هناك يصير مكان اللعب. تمام. والتدريب يصير بنواسيب. المعدات اللي تفضل فيها هذه الاشياء لازم تتوفر عند اي مشترك او اي متسابق يبي يشارك في هذه الرياضه. اي هو غالبا بالتدريب احنا عندنا يعتمد على نوع المدرسه. في مدارس تقول لك والله لا انت اشتر تعال، في مدارس تقول لك لا احنا نوفر لك حق التدريب. حلو. احنا من الناس نوفر حق التدريب. ممتاز. زين. المعدات هي تتكون من اربع شغلات. ممتاز. الكايت. ايه؟ البار. ايوه. الهارنس والبورد. نتكلم عن الكايت اول شيء. الكايت يعتبر شراع. في بلدر ينتفخ. ايه؟ بالهواء، وفي انواع ثانيه ما تنتفخ يسمونها فويل كايت. الفويل كايت احنا ما ندرب فيها احنا. تمام. غالبا يستخدمونها حق السباقات، يستخدمونها حق الهواء الخفيف. ممتاز. نوعيه لعب معينه. ايوه. حلو. اللي نستخدمه الشائع اكثر بالعالم. إيه؟ يعني اللي هي الكايت العادي اللي فيه بلادر ينتفخ. تمام. اللي بعدها عندنا البار. البار. أيوة. البار يكون هو العامل المحرك حق الكايت. حلو. 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 هو اللي يكون بين الكايت واللاعب نفسه. ممتاز. حلو. البار يكون فيه اربع لاينات. أيوة. اربع حبال. حلو. وفي الشغله الثانيه اللي هي الهوك اللي. حلو. يشبك الكايت. أيوة. ويشبك البار
على اللاعب نفسه. جميل. يشبك على شنو؟ يشبك على الهارنس. الهارنس اللي هو الحزام. الحزام صحيح. والبورد طبعا اللي هو لوحة التزلج. بس خلينا نرجع على الكايت. الكايت طبعا يكون له أشكال وألوان وأنواع وأرقام. شنو المقصد من الأرقام؟ الأرقام دائما يطلع على نوعية الهواء. مثلا يعني عندنا هواء قوي نطلع كايت صغيرة. تمام. عندنا هواء ضعيف نطلع كايت عودة. بس شلون نقيس السالفة هذه؟ كل كايت له متر معين. يعني على حسب المتر. ايه على حسب الحجم والمتر. تمام. يعني مثلا نتكلم عن هواء قوي عن نفسي انا اطلع بتسعة 9 متر 10 8 وانزل تحت. حلو حلو حلو. كل ما زاد الهواء قل الهواء عندي 12 متر وطالع. تمام. حلو. البوردات تفرق ارقامها بس مو على الهواء غالبا. يعني هو ممكن تصير هم عامل الهواء هم يلعب دور، بس انه انت نتكلم بشكل اساسي على طول اللاعب. حلو. على حجم اللاعب. حلو حلو. ايه؟ مع الوزن مع هالامور هذه كلها. اطول لوح تقريبا ايش كثر؟ والله يدش 153 100 هذا اطول لوح. اي بس هذول نستخدمهم حق تدريب مثل ما يقول لك بساط الريح. هذا هذا بساط الريح. المتدربين كم اللوح مالهم؟ هذا هو اي تقريبا لازم نفضل احنا 141 وطالع. وانتم كمتدربين او مدربين؟ انا عن نفسي افضل 138 احسن مغاس حق تحكم حقي انا شخصيا. حلو. ممكن ادش بال 136 اغلى يعني شوي. تمام. بحيث الوزن يغل. حلو. والنوعيه هم الشراع لازم يكون وايد طويل ارتفاعه؟ لا هو في شغله لازم تكون بالصوره، الشراع كل ما ارتفع طوله اللي هي طبعا مو طول الشراع نفسه، الاحبال كل ما صارت طويله. تمام. ياخذ هواء اكثر. كل ما قل يقل الهواء. صح يعني افضل. افضل طبعا هو في حد معين. حلو. بهالحد هذا هو اللي ندرب فيه ونلعب فيه اساسا. ممتاز. بس اذا قصرناهم. أيوة. زين كل ما نقصر الاحبال تصير حق تدريب افضل. ممتاز. انا بديش بالقوانين اكثر خلال المسابقات والامور هذه، وحتى اذا في قوانين مستحدثه، لكن بطلع بالتقرير الخاص في رياضه الكايت بوردينج ولا نعوده. رياضه الكايت بورد رياضه بحريه ممتعه ذو طابع مختلف، فهي بين التقنيات الطائرات الورقيه والتزلج على الماء، فاصبحت رياضه ذو تحدي ومغامره، وهي من الرياضات الصعبه وتحتاج الى التوازن، وهي أسرع الرياضات نمواً في العالم. رجعنا وياكم مشاهدينا من بعد التقرير مع الكابتن راشد. القوانين أكيد في منظمات عالمية مرتبة مسوين هذه القوانين الخاصة في المسابقات. أبي أتعرف على يعني أنا لما أشوف مثلاً عدد كبير من اللوح إحنا نقول أو اللاعبين أو المتسابقين بأشرعتهم، شلون أقدر أميز؟ شلون أقدر البداية؟ شلون أقدر أحدد الأول ثاني ثالث رابع خامس وهكذا العدد؟ في أولويات طبعاً بالبحر. حلو. ودائماً القوانين اللي تصير عند المدارس التعليم لازم كل مدرسة فيها مثل ما تقول خريطة. حلو. الخريطة هذه تجزئ الأماكن اللي بالبحر. تمام. يعني مثلاً عندنا اللاندينج ولانشينج أريا اللي هي تطير فيها وتنزل فيها. حلو. هذه مو منطقة لنا أحد يلعب فيها. هذه منطقة إنه واحد يطلع ويرد. حلو صح كلامك. عندنا منطقة مثلاً تكون دائماً حق التدريب. اللي هي تريننج اريا مثلا. عندنا مناطق ثانيه اللي هي مثلا بروفيشنال اريا، لان عارفين البروفيشنال ان هم قاعد يسوون شغلات ممكن البيجنر يخاف يكون حوالينهم. اي وفي طبعا سويمنج اريا غيرها، وفي عندنا يعني يجزئون مجزئين هذه الأمور. اي لازم يجزئون بحيث انه شنو، بحيث انه حتى مو واحد يشوف المنظر. أيه. لان غالب الناس تشوف المنظر هذا تدش بالبحر. أيه. وفجاه تصدم الناس كلها حوالينا وين يروح ما يدري وين يروح. فيضطر انه لازم يشوف اريا حق السباحه هم لهالدرجه هذه. المسابقات شلون تنطلق؟ المسابقات طبعا في مسابقات عالميه وفي مسابقات محليه. نعم. طبعا المسابقات تصير تجزئتها مثلا تصير على مستوى مو دوله معينه. نعم. اي احد بالعالم يقدر يشارك. حلو. اي فئه. حلو. عمريه تقدر تشارك. حلو. بس لازم يكون عنده الامكانيات المناسبه. ممتاز. حلو. وعندنا طبعا المسابقات المشهوره باللعبه. أيه؟ اللي هي كينج اوف ذا اير. حلو. عندنا ميجا لوب، عندنا جي كي اي. سنويه هذه؟ هذه سنويه تقريبا. ممتاز. زين وفي يعني في مسابقات تكون بدوله معينه. أيه؟ وتضم اللاعبين من كذا دوله. ممتاز. وفي مسابقات لا تتنقل اكثر من دوله. ممتاز. فتحسب النقاط من الى هاي للنهايه المجموع النهائي. الله يوفقك ان شاء الله راشد وبقيه الزملاء، وتكون من كبار خلينا نقول المدربين بالكويت وعلى المستوى العالمي، وان شاء الله تشاركون ايضا في مشاركات خارجيه سواء في المستوى على مستوى الخليج او حتى العرب او حتى العالم، ونشوف نتائج ايجابيه في هذا الفريق. شكرا على تواجدك اليوم يا بعد. شكرا حبيب.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام من خلال المتابعة في هذه الحلقة قانون اللعبة ورياضة الكايت بوردينج اللي لها حاصلها صراحة في الكويت، ولكن إذا تبي تروح انزل عدوايد لتحت الجنوب وممكن تصعد فوقهم الصبية، ولكن تابع هذا الفريق وفعلا راح تكون إن شاء الله واحد من هالعناصر مستقبلا بأي عمر كنت فيه أو بأي عمر كنتي فيه. وصلنا الختام، الوعد باكر في نفس الوقت مع حلقة جديدة ورياضة أخرى، فما الله.